السلام عليكم، صباح النور، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم تاني ايام العيد، حطيت لهم الطبيله. حنايا اليوم كاينين غير بوحدنا، ما زدتش الصراحه شي حاجه. داكشي ديال البارح اللي قسم الله هو اللي حطيت اليوم، اللي غيتسخن سخنته. هادي ديك الطارطه ديال البارح، جربوها يا البنات، غزاله غزاله غزاله. وخا نشكرها لكم طال الصباح، وسيختو انها اقتصاديه. راه شفتوها لاموس درتها معكم، غير هذيك بودره الموس الجاهزه. بالنسبه للكلاصاج حتى هو ما درناش فيه الكريمه، بحكم كي قلت لكم ما بقاتش عندي، لقيتها خاسره. صافي هنايا الحريشات الملاوي، واكيد هربر هذا راه كيبقى عندي حتى صافي. حتى كيقول لي بسلام عليك، حيت ملي كتصايبوا لي ماما ما كديرش ليه كل الحليب، باش هكا كيبقى عندكم البنات في الثلاجه. كدير كونتيتي اللي غادي نحطو داك النهار، والشي الاخر كتخليه بلا حليب. فين ما غنستعمل القياس اللي بغيت هو اللي كندير ليه فقط الحليب. صافي هنايا حطيت الفاكهه، حطيت هذه هنايا وهذه الاخرى هنايا، كل حاجه شنو فيها. وهنايا حطيت الحليوات، وتبارك الله على فاتحه الحلوه ديالها غزاله، اللي داقها البارح حماق عليها. ولكن البنات صدقوني راه كاع الناس اللي زعما غوكومونديتها ليهم وجربوها عجبتهم الحلوه ديالها. البهله عندها خطير، انا ما يمكنش جوج حوايج ضروريين تناخذهم عندها، البهله والكعبه غزالين عندها. وهاد الحليوات هادي ديجا مجرباها، هادي ديجا مجرباها، هاد الشكيه اللي عندها جديد فوالا، هذا زوين حتى هو، هذا اول مره غادي ناخذو عندها. فوالا خديت عندها خمسه هاد الشكيلات، الصابلي واللوز. كنت البارح بغيت نحط البريوات بقاو عندي والسيجار وهذا، حيت محتفظه بيهم في العسل ونسيتهم، ما تفكرتهم حتى البارح بالليل. صافي فوالا هذه هي الطبيله ديال الفطور. المهم غادي تدوزوا النهار معايا ان شاء الله اليوم. صباحكم مبروك الا كنتو كتشوفوا هذا الفيديو مع الصباح. فوالا البنات، جيت نبارطاجي معكم جليبات العيد كيف ما طلبتوني. هذه كي قلت لكم البنات ماشي ديالي، نورمالمون ديال ماما هي مسكينه اللي دارتها. الساعه ما قادهاش ليها الخياط كيف بغات، فيها هنايا هاد الطرز الحساب، كنحاول نوريكم غير من المرايا. وكتجي مخدومه بالبرشمان فوالا. وهذه هي البليغه اللي خديت، شفتوها كتجي زوينه في اللبسه. وهي نوري عليكم مباشره تشوفوها، كتجي صراحه زوينه في اللبسه ديالها. شفتو تجي مع سروالتين كيف ما تجي هكا مع التقليدي. انا اكسبري درت درت البلغه في هذا اللون باش نهرس شويه الجلابه. والتوب ديال الشال كيف ما شفتو حتى هو شويه جاي ديغرادي ديال لون الجلابه، حيت ما منبته، ما فيها لا زواق لا والو. هذا علاش انا كنت عند الوعد ديالي، وكيف ما طلبتو راني بارطاجيت معكم جلي لي باسامبل، ماشي شي حاجه ولكن قضات الغلط. فوالا البنات، المهم غادي ندوز دابا حيت غادي نمشيو ان شاء الله عند ماما. وكي قلت لكم جينا عند ماما، كانت اليوم عارضه علينا، وانا اخر واحد كيلتحق هو انا كما العاده. تبارك الله عليها، الدجاج عند ماما كديرو خطير، كتصرع ويا البنات الله يعطيها الصحه. ودارت لينا هكا بلا ديال اللحم، وزوقاتو بالمشماش وباللوز وبالاناناس، واكيد لي فخوي في الاخر. دوزنا واحد النهار زوين صراحه، تجمعات العائله والحباب ونشطنا وضحكنا عاوتاني. بون البنات، دخلت للدار، اول حاجه درتها هي دوشت وحيد عليا العيا والستريس. بون ديما كتسولوني شنو كندير لوجهي، كنبارطاجي معكم دائما لي برودوي اللي كندير. انا ماشي من النوع اللي كنبغى ندير قوت لي برودوي، علاش؟ حيت عندي لابو تري سونسيبل، ملي كنكثر ليها العنايه فوق القياس راه كتولي حادة، يعني ما كتستحملش قوة الغسيل الزايد وقوة لي برودوي. وهذا اشنو كنستعمل بالنسبة للغسيل حاليا؟ هذا نورمالمون كنت خديت هاد لاداون ديال باليا فيتامين سي، خديتها في الخريف، سالات لي، لان كيف ما كتعرفوا هي هاد لاغام ديال الفيتامين سي او لا اي غام كيف ما كيبيكون النوع ديال هاد الفيتامين سي، حاولوا تبقاو تستعملوها فقط في لا بيريود ديال الخريف والشتاء.
الصيف بعدو منا وسيختو والربيع حتى الربيع ما تيبدا يسخن الحال. انا كنبقى ليا هاد لوجيل ما كايناش نضيعوه نكملو. شنو نقول لكم عليه؟ ماشي شي حاجه اللي نقول لكم واو سيروا خدوها ولا كيغسل الوجه مزيان فقط. هو كيجي بحال هكا الشكل ديالو وكيجي بحال فيه حبيبات. فاش كتبداو تكوميو فاش كتبداو تغسلوا وجهكم كيدير لكم واحد القماش خفيف وميم طو كيدير واحد الرغوه. المهم انا كيغسل مزيان وغنستعمل معاه هادي ديال السيليكون ودي راه كنت خديتها شي 10 دراهم حتى هي هادي مزيانه في هاد الحبيبات هادو طبين ما كتضرنيش في لابو ديالي حيت قلت لكم عندي لابو تري سونسيبل. صافي بالنسبه للنهار كنت كنستعمل هاد هاد لاغام هادي ديال فيتال بالية. خديت غير هادي ديال النهار فقط هادي غير ديال النهار فيها واحد الاس بي اف 15 زوينه في ليدغاتاسيون حيت هاد لاغام ديال فيتامين سي واخا كتنشفات ليا وجهي عليها خديت هاد فيتال هادي كتيدغاتي مزيان. تقريبا راه سالات بقى فيها استعمال واحد ولا جوج واش غنعاود نشريها؟ لا غادي ناخذ شي غام اخرى غنحيد على باليا حيت تقريبا درت عليهم كاملين. نرجع لي برودوي فارماسيوتيك اللي كنت كناخذ سواء ناخذ سيتافي حاليا كنقلب على سيرافي ما لقيتهاش. المهم اونكا او من هنا الاثنين ما لقيتهاش غادي نمشي ناخذ كي قلت لكم سيتافي في لافارماسي هذاك اللي كيجي معايا. بالنسبه للكونتور دي زيو هذا ديال فلوس اللي كان ديجا بارطاجيتو معكم هذا صافي سالا اخر استعمال استعملته هو اليوم. نعاود نشري الى نجرب دي برودوي وحدين اخرين. خديت عاوتاني هذا ديال فلوس ليك ديال لي سيرم ما خلاو ما قالوا عليه زوين وعار فعل تارك خديتو. نقدر نقول لكم في الاول نقص لي واحد الشويه ديال السيرم ولكن ماشي ديال ديك الدرجه اللي داروا عليه. بون غنساليه حتى هو ما نعاودش ناخذو صافي. المهم هادشي اللي كناخذ في ديال في النهار. بالنسبه ليكرون خديت حاليا هادي ديال صن هادي ديال اونتياج غادي نجربها. درتها تقريبا واحد ثلاثه د المرات بانت ليا مزيانه يعني ما تتنشفش فيها فيها لاسيد هيالورونيك فيها الكويديس. الكويديس هذا مسؤول على التجاعيد زوين. المهم هي اونتياج وفيها حتى كتضغطي لابو يعني هذا الشيء اللي عجبني فيها ما كتنشفش. وبالنسبه لليل الحوايج اللي ديما تنقولها لكم وبالنسبه حتى ليدغاتاسيون ديال الفم ديالي البورد كاريتي زبده الشيه هادي البنات خديتها عند كارولين الالمانيه غزاله ننصحكم بها البنات. هادي بيو يعني كنديرها لوجهي هادي في الليل يعني راه ما تخافوش منها ماشي بحال ديك اللي كنشريو عند السنغاليين. هادي بيو يعني استخرجوا منها المواد الضاره بالوجه وهذا خاصه بالكوزميتيك غزاله في ليدغاتاسيون ديالها. تقدروا تستعملوها حتى للشعر. انا هاد البو هذا كنت شريته يمكن شي 30 درهم وراه كنستعملو راه دالي وباقي فيه ديروا على الشعر الوجه. المهم ليدغاتاسيون خطيره انا صراحه هادي هي اللي وليت كنضغطي بها لابو ديالي في الليل والفم ديالي هو باش هي باش وليت كنضغطي. فوالا هذا هو لاغوتين ديالي قلت ضروري ما نبارطاجيه معكم. وهنايا غادي يكون سال الفيديو ديال اليوم. صراحه هاد النهار ما درتش فيه شي حاجه كثيره كيف ما شفتوا. يلا الصباح فطرنا في الدار طرفت الدار شويه ولبست حويجاتي وحويجات بنياتي ومشينا عند ماما دوزنا عندها النهار واخا غير سويعات قلال بحكم كي قلت لكم طرفت الدار عاد مشيت. ولكن هكا شفنا الحباب شفت جداتي وخوالي سواء اللي كاينين هنايا واللي كاينين في مراكش. واخا صراحه كان خاصنا واحد خالي للاسف تعطر عليه انه يجي خلى بلاصتو كبيره كبيره بزاف هو ووليداته. والله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي باش هكا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. واخا الحمد لله بداو البوادر ديال الحياه الطبيعيه بداو تيبانوا لينا الحمد لله. كنتفائلوا خير في اللي جاي ان شاء الله. بدينا بدا اوموا شويه تنتناسوا نوعا ما هذا الوباء اللي كاين بدينا كنرجعوا لحياتنا الطبيعيه لان وصلنا لواحد المرحله اللي صافي مرضنا ما قديناش. انا بعدا شخصيا كنهضر على راسي صافي مرضت بزاف الا غير خرجنا انتي خارجه وانتي خايفه لا عقم لا هذا بزاف. انا لدرجه
في لا ماشين ديال البوانتاج في الخدمه، ما بقاتش الا بوانتيت بصبعي، ما كيبوانتيش ليا، خصني ضروري نبوانتي بلا كارت بحكم داك التعقيم، وهذا تتمسحوا البصمات ديالي. اي والله يرفع علينا كي قلت لكم هاد الوباء، ومره اخرى كنقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. كنحاول ما امكن نتقاسم معكم اليوميات ديالي، وبالاخص نتقاسم معكم الحويجات اللي غادي يفيدوكم، اما الحوايج اللي عرفتهم ما عندهم باش يفيدوكم كنحاول نيفيتيهم. وهاد الاجواء ديال العيد كنقلهم لكم اكسبري سورتو للناس اللي في الغربة، لانهم كيتوحشوا بحال هاد الاجواء. السلام عليكم.